في الشارع هناك قدام المباني دي برجلينك بتمشي دي المستشفى ارتميس هناك طوالي بتيجي هنا صيدليات كلها وساد السكن السكنات هنا كده اول حاجه الكويسه هنا الكلاب هذا الكلاب طيب شديد ما تسالك في الهند الكلاب كده ده سكن كل العراقيين هنا حلوه التفاصيل الصغيره اغاني تقريبا هنا موجودة كل حاجة هنا عندك الكراسي وكل شيء ده هنا السكن ده المدخل ده المدخل هنا كده طبعا موجودة سي سي تي في كاميرات في كل السكن ما حصل زول اشتكى من حاجة يعني سرقة ولا كده ما عندهم الحمد لله ده مدخل الفندق ده المدخل هنا ما كل الأنوار يعني عندك كل شيء في كل مكان في المداخل كلها في المحلات ده الاستقبال حلوة التفاصيل طبعا داخل السكن هناك في الأسانسير موجود الإضاءة هنا كويسة كويسة السكن المدخل يعني ريسبشن من هنا دي بطارية بتفتح بتطلع لك البطارية بتشتغل شنو؟ شاحن خلوي بتأجر ايجار يعني بتدفع عن طريق الباركود اللي هنا ده وبتشتغل شنو؟ بتشتغل مثلا عايز لي ساعة بتدفع لي ساعة مثلا ب 20 روبية بتشيلها بتشحنها عاملينها خدمة للعملاء الموجودين في الفندق يعني انت مثلا جاي طالع ماشي المستشفى ولا ماشي اي محل وخلاص تلفونك حيقفل الكهرباء تدفع 20 روبية مثلا وتاخذ 20 روبية دي ما تسوى ولا اي حاجة يعني ده في زمن كوفيد مطبخ مشترك في الغرفة نمرة 5 احنا بنصور في زمن الشتاء فالإضاءة بتكون منخفضة شوية كل غرفة بتكون بالطريقة دي السرير ممكن تفكه حاليا هو دبل ممكن يبقى سنجل تنتقل ده هنا الحمام بيغيروا الولايات كل يوم الولايات عندك هنا عندك هنا الثلاجة عندك المطبخ هنا صغير كده عندك هنا البلكونة بس كان يجي من مستشفى اسمه أرتمس من هنا بأرجلك ممكن تمشي على المستشفى بالرجلين ممكن تمشي بشكلها الغرفة هنا شكلها كده عندهم كم نوع من الغرف انت بتكون غرفتك هنا عندك فيها المطبخ لو عايز غرفة من دون مطبخ دي غرفة تانية دي غرفة من دون دي من دون مطبخ شكلها كده من دون مطبخ نفس الشيء بس فرق هنا انه شنو؟ ما فيها مطبخ المطبخ ياهو البرد المشترك هناك ده عندك ثلاجة هنا طبعا مكيف كل شيء حتى الحمام لازم يكون فيه طبعا سخان لانه حاليا احنا خشين على الشتاء ده الحمام ما شاء الله واسع دي هنا البلكونة عندك بلكونة هنا جنبك تحت قوارب الصيدليات جنبك كل الصيدليات هذه هنا تفضل قدامك المستشفى من هنا بتنزل بالشارع تحت تمشي طوالي
على العربية الظهر ديك مستشفى هناك بصالح خوال، يعني بالأرجح ما محتاج حتى تاخد تاكسي، يعني هذه الحاجة الكويسة. الصيدليات جنبك وجنبك هنا في بقى دي غرفة تانية برضه عجباني الكنبة دي حاجة حلوة. طبعا احنا مصورين بجوال عادي، طبعا ما مصورين بكاميرا احترافية، لكن بتظهر يعني تكون حقيقية أكثر. حلوة التفاصيل الغرف، يعني ممكن انت السرير تقسمه على اثنين بدل يكون دبل ده سنجل. نفس الشيء نفس الغرفة دي مرتجي، وهنا عندك الحمام النوع هنا، عندك مطبخ جيدة ده. الغرفة فيها مطبخ صغير، عندك دولابك، عندك الاي سي، نفس الشيء البلكونة. البلكونة بيفصلوها، يعني بتتفصل من البلكونة الثانية، يعني البلكونة هنا وتنزل تحت الشقة معاها. كويس، منظر حلو.